بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حذيفة من عطار هندسة البرامج. اليوم حنشرح طريقة استخدام برنامج البولزيب، تمام، وكيف انا ممكن اطبع من غير ما اني انا ايش اطلع على اي اختيارات في الطباعة، فين تكون ملف البي دي اف، انا فين اوجهها، انا فين اوديها، والكلام ده. يعني كل اللي حسوي اني حطبع وحيجيني رد يعني زيها زي اي طابعة عادية، تمام. فانا بس مبدئيا حوريكم انا بستخدم الان برنامج ثاني بيطبع لي بي دي اف، فنشوف بس كيف بيكون عامل الشكل. يعني مثل هذا التقرير مثلا حامل طباعة الآن، لكن بعمل طباعة بختار هذا الطابع البي دي اف، بعمل اوكي، فتجيني هنا اختيارات، يعني اختار هنا وصغر ملف، ولا الملف يكون حجمه عادي، ولا يكون عالي الدقة، والمسار ديسكتوب مش عارف ايش. فأنا الموضوع ده حصلت يعني برنامج من احد الزملاء، فبيقول لي انت حتوجه الامور هذه كلها في نفس الاعدادات العامه، يعني مجرد ما انا اعمل طباعه زيها زي الطابعه العاديه. هنبدا الان نشوف البرنامج. طبعا انت ممكن تخش على جوجل، يعني الوضع عادي جدا، تبقى بول هذا هو البرنامج، فبتخش هنا طبيعي يعني بتحمل البرنامج. طبعا النسخة هذه بتقبل كل إصدارات الويندوز هذه، وخدمة طبعا مجانية، فأنا أوريدي حملت البرنامج. بإمكاني أختار اللغة، هذه الاتفاقية، هذا طبعا برنامج مساعدة للبرنامج ده، يعني ضروري، يعني ضروري جدا. لكن انت ممكن تستغني عن ده وده مثلا، تمام، ما عندك مشكلة، لكن هذه مهمة جدا، هذه جدا مهمة. هذا بيستعرض لك البي دي اف، وهذه تولز خاصة بالبي دي اف والكلام ده، يعني تمام. كده خلاص. طبعا مجرد ما انه ادوس انا فينيش، لو دخلت على الكنترول بانل، دخلت انا على الكنترول بانل لوحة التحكم يعني، وكتبت يعني البرنترز مثلا، خلاص خش على الديفايسز، الاقي الطابعة اوريدي نازلة هنا، تمام. فانا راح اخليه الطابعة هذه انها تكون الطابعة الافتراضية، تمام. طيب بالنسبة للإعدادات نخش من هنا، هو كتبت أنا بول، طلع لي البرنامج اللي هو الأوبشنز، هنا أنا طبعا أبدأ أضبط أموري أساس إنه ما يطلع لي إلا مربع حوار، ولا أختار الصيغة، ولا الحجم، ولا الدقة، ولا شيء. أبدأ أشيك، هذه شايفين، هذه نقول النفر، أنا ما أحتاجها لأن أنا الآن بسويها وخلاص. ممكن أنا أعدل أي حاجة، صغر الحجم، مش عارف إيش.
طبعا ممكن انا بعد تخزين الملف اقول له افتح لي الملف على طول، او اقول له لا لا تفتح لي وخلاص، لانه غالبا الملف حينزل هنا في سطح المكتب، وكل واحد يشوف الشيء اللي هو يناسبه. يعني بعد الطباعة على طول تبي تشوف البي دي اف، اخليه يس المرة دي ما في مشكلة، وخليناها نو، حنحصل الملف هنا ونفتحه. يعني الآن نجرب نطبع، هذا الملف نزل لي هنا تمام، هذا الملف هو فتح معي كده. ان شاء الله تعالى حننتهي هذا التوتوريال البسيط الخاص بطريقة طباعة البي دي اف دون اظهار اي مربع حوار واي مربع حقول اختيارات الى اخر. اسال الله لكم التوفيق والسداد، تحياتي لكم.